السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وألمكنا متابعين. إن شاء الله معانا كده جهاز توشيبا. طبعا الجهاز شغال قدامك عالي هو تمام، بس في ثواني وتلاقي يجيب قايمة يعلي يوطي يعمل أي حاجة كده غريبة كده، لوحده يعلي يوطي أهو تمام. ولو جيت برضو شوية بعدها بشوية هتلاقي يجيب لك قايمة يدخلك في قنوات، يدخلك مش عارف ايه دي فيديو زي حضراتكم شايفين كده تمام. طيب شوفوا، على جد له قناة فيديو يخرج منها برضه مع نفسه كده، مرة يجيب قايمة، مرة يجيب صوت، مرة يجيب مش عارف ايه مع نفسه كده، زي ما حضراتكم شايفين. طيب هقول لك تعمل ايه في الجهاز ده. شوفوا، حتى اديله قناة فيديو برضه يخرف برضه فيه، يعني مرة يقلب، مرة يعلي يوطي، مرة يغير فيديو، مرة مع نفسه كده تمام. طيب كل اللي عليك هقول لك تعمل ايه، خليك معايا بس انا هحل الجهاز وارجع تاني لحضراتكم. الوقت طبعا هنا 6 بريستات اللي هي الزراير بريستات، 1 قايمة، 1 ايديو فيديو، 2 عليه وطم، و2 قنوات تمام. مبدئيا على طول من غير ما تفكر هتقوم غير طقمه كله بريستات اللي هي دي تمام، بريستات اللي هي دي على طول من غير ما تفكر، من غير ما تفكر هتقوم غير طقمه كله تمام. لان انت لو غيرت واحد والتاني برضه في نسبة مثلا رطوبة او نسبة، هو ساعات بقى في رطوبة تمام. الأحسن هنغير الطقم كله تمام، هنقل على القديم كده ثواني. هيجي واحد يقول لي ما تقلقش بالشفات ليه، انا بحب اقلع اي اي سي، اي بريست، اي اي سي صوت، اي اي سي، اي حاجه ما بقلعش الا بالهوت اير تمام. عشان في ناس بس هتيجي تقول لك انت بتسأل ما بتستخدمش الشفات ليه، لا يا باشا انا كل شغلي بالهوت اير تمام، وخاصه الاي سي. انا الطقم كله القديم اهو تمام، بدون قياس وبدون اي حاجه، لان هو كده كده مع نفسه بيشتغل مع نفسه. الستة دولت هيتغيروا، هذا الستة الجديدة اهو تمام. هنقفل ونجرب الجهاز ده مع حضراتكم، خليك معايا بس على مركبه والحقهم تاني. كده الجهاز بعد ما تقفل البريستات اهي تمام، جهاز ثابت 100 100 اهو، ولا بيقلب ولا اي حاجه. ده القايمة شغالة 100 100 اهو تمام، وده بتاع قناة الفيديو تمام، وده نوطي الصوت، وده نعلي الصوت، وده قنوات اهو اهو تمام. كده الجهاز شغال طبيعي. قابلت لك المشكلة ديت في جهاز، في رصيفون، في رصيفر، في أي حاجة، على طول غير طقم البريستات. ما تقولش مثلا ده بتاع القايمة، لا ده اللي بيعلق، لا غير طقمه كله. نصيحة، طقمه كله هحصل لك على بعضه تمام. دي كان فيديو بسيط كده، يا رب يعجبكم. وما تنساش طبعا لو مرة تشوف الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو. كان معكم اخوكم السيد عوض من قناة احمد الكترونيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.